شكرا أحمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنطلق اليوم فعاليات أسبوع القاهرة 5 للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالية أكثر من 1000 مشارك. ويهدف أسبوع القاهرة 5 للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل أيضا على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. ويعقد أسبوع القاهرة 5 للمياه تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة بخموت الاستراتيجية بشرق البلاد على الرغم من الهجمات الروسية المتكررة عليها. وأضاف زيلنسكي في كلمة مسائية أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية وصلت قصف المدن الأوكرانية مما تسبب في دمار وسقوط ضحايا. وشدد زيلنسكي على أن القتال مستمر في مناطق مختلفة من الجبهة، لافتا إلى أن الوضع ما زال صعبا للغاية في دونيتسك ولوهانسك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر هجوم على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلغورد الروسية. وأشارت الوزارة في بيان إن هذا الحادث وقع أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا على إطلاق النار، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة خفيفة على أفراد إحدى الوحدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم القضاء على المهاجمين. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو في مقابلة مع صحيفة لوبارديان أن بلاده ستدرب نحو 2000 جندي أوكراني على أراضيها، وأوضح أن الجنود سيلحقون بوحدات الجيش الفرنسي لعدة أسابيع، مؤكدا أن التدريب سيغطي 3 مستويات تدريب عامة ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات، بالإضافة لمستوى ثالث من التدريب على المعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا. وأكد وزير الدفاع الفرنسي أن باريس ستسلم كييف أنظمة دفاع جوية من طراز كورتال. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، مشددا على أن بكين لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان. وخلال افتتاحه لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي يعقد مرة كل 5 سنوات في بكين، أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي لتعزيز بناء قدرة ردع استراتيجية. وخلال كلمته في المؤتمر ندد الرئيس الصيني بتدخل قوى خارجية في تايوان. أعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 1,900,000,000 دولار على 48 شهرا. وجاء في بيان الصندوق أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل. يستضيف ريال مدريد اليوم فريق برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإسباني الممتاز، وسيسعى كلا الفريقين للفوز باللقاء وحصد نقاطه 3 والانفراد بصدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق الملكي وصافة جدول ترتيب الليغا ب 22 نقطة وبفارق الأهداف عن البارسا المتصدر. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.